معانا اتصال. جميل. معانا اتصال من ناشطة سياسية الأخت سارة دريس بمناسبة اختيارها كشخصية من ضمن 6 شخصيات خليجية في المجتمع المدني في الخليج العربي. الأخت سارة مساء الخير. مساء النور. هلا والله. هلا طلال. حياك الله أخت سارة. الله يحييك ويسلمك. اليوم أنت إن شاء الله معانا على الخط، والأخ اليوم الشاعر أحمد سيار أيضا معانا، حضر معانا، شرف مكاننا اليوم. الله يسلمك. انا اللي اتشرف في المداخله هذه. حياك الله. مساك الله بالخير اخت ساره. مساكم الله بالنور. هلا والله. حياك الله. مبروك على هذا الاختيار، وانت تستحقين بناء على ما قدمتيه في الفتره الماضيه. الله يبارك فيكم ويسلمكم. انا جايه شويه يمكن محضره نفسي، بقول كلمه اذا تعطوني شويه من وقت برنامجكم، يعني يسمح لنا شاعرنا ناخذ من حقه. تفضل تفضل. مسموح مسموح يا ساره. الله يسلمك. اولا أحب أشكر أعضاء المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان على تشريفي باختيارهم لي ضمن مناضلين حفروا بصمتهم في صدر التاريخ كعبد الله الحامد وعبد الهادي الخواجه وأحمد الزعابي ورائف بدوي وطالب المعمري، وهذا بحد ذاته شرف أسعد به وأفخر، وعسانا نكون قد الثقة. وأشكر أيضا كل من هناني وبارك لي على هذا التكريم، وكل من تفاعل معي وأيدني ونصرني في قضية سجني إلى يومنا هذا. هذا التكريم مو لي بروحي، بل لكل من شارك في الحراك، لكل من اتهم ولكل من سجن، وبالأخص راشد دعنزي، صقر الحشاش، عياد الحربي، بدر رشيدي، دكتور راشد الهاجري. ومن هني أقول الحرية لحجاب الهاجري الله يفك عوقه، وأتمنى أن تنصف محكمة الاستئناف عبد الله فيروز من الحكم القاسي. لا شك ان ما قمت به انا وكل شباب الحراك اللي ما زالوا ثابتين ولم ينقلبوا على مبادئهم واجب وطني لم ننتظر من ورائه ثناء، لكن الناس اكرمونا وقدرونا لدرجه حسستني بصغر ما قدمنا مقارنه بالاحترام والتقدير والصدق النابع من قلوبهم. لا شك حب الناس واحترامهم هو الرصيد الاثمن والابقى، واكيد كل اللي نقدمه لا يعد شيء في سبيل إصلاح هذا الوطن وتحقق الإرادة الشعبية. وأنا بإذن الله مستمرة في طريقي، وما زلت بنفس العزيمة والإصرار وناصر إخواني في الحراك حتى تحقق المطالب. أحب بس أنتهز هذه الفرصة من خلال برنامجكم، وأدعو الشعب الكويتي الحر إلى الالتفاف حول مشروع سياسي إصلاحي يلبي طموحنا ويلم شتاتنا من جديد، ويثبت خطواتنا باتجاه النظام البرلماني الكامل اللي تكون فيه الأمة مصدر السلطات فعليا. في النهاية أحب أهدي هذا التكريم لكل شباب وشابات الحراك، خلونا نترك الخلافات وراء ظهورنا، المسيرة الحقيقية للإصلاح بدأت تتشكل وعلينا أن نشارك فيها وندعمها جميعا. في النهاية أشكركم وأشكر قناة اليوم على يعني تفاعلكم مع الأحداث أول بأول. حياك الله اخت ساره، واحنا سعيدين بسماع صوتك اليوم والفوز ب او اختيارك في المنتدى الخليجي. جميل. بس في سؤال اخير اخت ساره، هل هناك فعاليات لهذا المنتدى مستقبلا؟ ما ادري صراحه، انا مختاريني بس، لكن انا مو يعني مو عضوه معاهم. نعم. هم اختاروا 6 شخصيات تقريبا. بالتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. حياك الله. الله يحييكم ويسلمكم.